اهلا بكم حلقه جديده من هاني ومريان في بلاد الامريكان. النهارده جايب لكم اللينك. الحكومه الفدراليه كانت قالت انها هتوفر هوم تيست بتاع كوفيد 19، فانا جبت لكم اللينك عن طريق البوست اوفيس. هو عباره عن هي التعليمات هنا ان هو ليميتد بير وان هاوس هولد او ريزيدنشال ادرس، يعني العنوان واحد بس. الاوردر الواحد هيكون فيه 4 تيست من جوه والاوردر فور فري. فانا جايب لكم الموقع، هحط ان شاء الله العنوان بتاع الموقع في الديسكريبشن تحت في الفيديو، او كمان هحطه لكم في الاول تعليق، وهعمل يعني هثبت التعليق علشان هو جاهز ليكم. كل اللي انت محتاج تعمله بتحط بس معلوماتك، العنوان والادرس والاسم وهكذا، وزي ما انتم شايفين على الجنب هنا فور فري. فبتحط عنوانك، بتحط اسمك الاول والايميل ادرس بتاعك واللاست نيم وهكذا، وبعد كده هيبقى متوفر لك وهيوصل لك ان شاء الله. بالسلامة.